هيدي دعوة للحياة، للاحتفال بالحياة. دينامو تلفزيون لبنان فرحتي فيها اليوم بالعودة ما بتوصف، كلهم كانوا بدهم يقلدوا وقت. تستاهل جابي، جابي اليوم معنا، نكرمها بحضورنا والتفافنا حولها، وهي تكرمنا بقبولها هذا التكريم المتواضع الذي يضفي على الصالون الثقافي للكازينو رفعة وثقافة. وأطلقنا على الإعلامية كابي الطيف اليوم لقب سفيرتنا إلى مدينة الأضواء. دي مبسوطة اليوم كل أصدقائك وزملائك عم بيشاركوك بفرحة التكريم. كثير فعلا، هيدي دعوة للحياة، للاحتفال بالحياة رغم الصعوبات اللي عم نمرق فيها. هيدا لبنان الاستثناء، لبنان الحب، لبنان الصداقة. مثل ما شفنا اليوم في دعوات لإلك لترجعي لبلدك وتمارسي مهنة الإعلام، هل معقول تحققي لهم أمنيتهم؟ إن شاء الله. جابي الطيف يلي ما بيعرفها ما بيعرف حدا، دينامو تلفزيون لبنان كانت الفرح، الشخصية المرحة والفهم والثقافة وكل شيء. قد ايه حلو هالكلمات اليوم تسمعيهم؟ انا كثير متاثره، مش هيك ما بقدر احكي، كثير فعلا. هيدا مهرجان محبه، مهرجان وفا وحنين من زميلاتي ورفقاتي الحلوين. جابي ايقونه، يعني وقت بلشت انا بالتلفزيون فتت وكانت جابي بالتلفزيون، كان في عنا نوع من رهبه اول شيء انه يي مش رح نوصل لجابي لو شو ما صار، وكيف في هالاعجاب لحتى كلهم كانوا بدهم يقلدوها، ان كان بشكلها ان كان بصوتها ان كان بإلقائها، بس ما حدا كان قابل طيف. حسي انا انه في فرح، زميلي من ايام الزمن الجميل جابي بايام تلفزيون لبنان، كان لنا ذكريات جميله جدا، كان تلفزيون لبنان هو بالمقدمه، فرحتي فيها اليوم بالعوده ما بتوصف. قد ايه حلو انه حضرتك عم بتكرم اعلاميه مخضرمه مثل جابي الطيف. اذا عم كرم جابي الطيف عن جد بكون عم كرم حالي، يعني عم بتتكرم الوزاره بجابي. جابي حقيقه هي يمكن الاعلاميه الوحيده يلي تركت لبنان ولبنان بقي بقلبها. كلنا حكوا عن صوتها انه صوتها قديش حلو، هي وجهها احلى من صوتها، بس هي تخلت عن وجهها تتشوفي قديش هالمره مش مهتمه بشكلها قد ما مهتمه بجوهرها. اليوم حضرتك كنائب، كيف بتنظر لتكريمها لجابي الطيف في لبنان؟ تستاهل جابي. اول ما تعرفت عليها بواسطه ارسي، ما كانوا اثنين احلى مذيعتين بالتلفزيون لبنان، كنا نظهر سوا يعني، وهي كانت تشجعها وتشجعني على الزواج يعني، انا عرفت كيف. هي صديقه وبذات الوقت اعلاميه ناجحه، وبتمنى لها الاستمرار والنجاح الدائم.